يصادف يوم غد 11 من أكتوبر اليوم العالمي للفتيات، وبهذه المناسبة قدمت صباح اليوم بمكتبها وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الاجتماعي بيانا صحفيا تحدثت فيه عن إنجازات الحكومة لصالح ترقية الفتيات في جهتها. أمباكر 11 أكتوبر 2017 مالا فات أنا بنات دول عشان في سوسيتي أنا ندا شوكو كل أكل مسودا دا نورو دا أنا أوين دا أنا رجال أو يانا أسخدا يا فوكا بنات دولا إس أوكي أوين إس أوكي في لا دايدا باكانا انا بنات دول بارادا باكانا انا رجال دول بنات ما يا داري سو شوكالا اوين جالسو ودا ما يكون بنات ما يا داري يمشي لاكول كان يمشي ايكول كلو شيكدا كالي ينتوم رجال يخلو ليكول ويخلو ليكول دا ورا كان هي سهر وبيك كالبان دا يوم الولي دا بيك كالام دنيا دا ما عادل عشان دا بريزيدان شالو اوردونانس باتان اوين ما يادا يانش مارياج غوبال اشار وتماني سنا غوبال اشار وتماني دا بنات ارجا يوم شمارا ومان دا يال دوسيم شيكو ما يعرفو هذا ما سمع باك اسان دا بيد الاكسنس انا اوين دا كاترين دا فاسون اللي انكوراجي بنات كالي يمشي كولو يكونتيني. كما يصادف اليوم العاشر من اكتوبر اليوم الدولي للمختلين عقليا واحياء لهذا اليوم، فقد احتفل صباح اليوم مركز التدريب الخاص بالمختلين عقليا ببيت المراه التشاديه بالدائره الثامنه بحضور العديد من المدعوين. تقرير عبد الله هارون برمه. العاشر من أكتوبر هو اليوم العالمي لمختلي العقل الذي قصصته الأمم المتحدة للاحتفال به في كل عام، وقد جاء شعار هذا العام تحت عنوان نخاطب من يهمهم أمرنا. وعلى هذا الأساس قام مركز التدريب الخاص بمختلي العقل احتفالا بهذا اليوم. المناسبة بدأت بتقديم عرض مسرحي يجسد الواقع الاجتماعي لهؤلاء المختلين عقليا والقُصر من الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. وقد تحدث مدير المركز الخاص بمختلي العقل آدم كيجيم نيمباي، والذي رصد أهم ما يقوم به المركز في إطار تدريب هؤلاء المصابين، وأكد أن الأطفال المصابين يتعلمون ببطء شديد من الأطفال دون غيرهم من العاديين، وهذا الأمر يتطلب وقتا أطول لتعليم اللغات وتطوير المهارات الاجتماعية والعناية باحتياجاتهم الشخصية كارتداء الملابس وتناول الطعام. كما شجع أولياء أمورهم على مواصلة تعليمهم عبر التكرار اللازم، وقد تداخل بعض رؤساء الجمعيات المساندة والداعمة لهم أشادوا بدور المركز على جهوده المبذولة تجاه هؤلاء لتعليمهم، كما أن لهم الحق في العملية التعليمية وتطوير مهاراتهم. وأخيرا شهدت المناسبة رقصات غنائية. وفي سياق اليوم العالمي للمختلين عقليا، فقد تجول فريق من التلفزيون بهدف تسليط الضوء على هذه الفئة من المجتمع. تقرير ابتسام مصاب. تعد الأمراض العقلية من الحالات النفسية الصعبة التي يعيشها هؤلاء الفئة من المجتمع، والتي غالبا ما تنجم عن ظروف اجتماعية أو حالة نفسية معينة. والاهتمام بهذه الشريحة، فقد خصصت منظمة الأمم المتحدة يوما لهذه الفئة من أجل حث المجتمعات والحكومات على الرعاية والاهتمام بحالاتهم المرضية ومحاولة إيجاد حلول لمشكلاتهم النفسية، وكذا تخصيص أماكن لرعايتهم والعناية بهم. أنا يوم أكيد نقدر نسوي شيء سوا، لكن يوم ما أدرسي نارو، ما قاعد إذا زيجي ده يقول بسوي أكده بكرة، وكان كم أقول يفوت بس، لكن بيتا كده وما نار. والمجانين كلها في نص وايدا حكومة كلها شيلة مسؤولين عنهم، وفي نص وايدا أهلهم كلها شلو مسؤولين عنهم.
إن هؤلاء الفئة من المجتمع في كات خاصة يعانون من عدم الاهتمام والرعاية وأماكن مخصصة لإيوائهم. بالرغم من أن الحكومة قد بذلت جهدا في تحقيق ذلك، إلا أن الجهات المكلفة لم تقم بما يلزم من الاهتمام على أكمل وجه ومسؤولية. الناس المرضاني مرض ممتد له لكن بال أسبي سوشيال كون أسبي سوشيال يعني الفرصة للأباد ما بحليم بشو استطاعنا يادو لذا هو ما قاعد في شواري هو في شواري قاعد يشوف ما كله يدور ياكل وبشو ما شغل آخر بس دور لي دار ما هذا حكومة لي كريس عن تدازين بشو يال دكتور بسم داخل لي أس ينتم أكل وشرب وبروك أفنن لي لجديك لي غروم كلا بس. فلا بد من التحرك جماعيا وبكافة أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمات الاجتماعية العالمية لاحتجازهم في مراكز آمنة الخاصة بهم وإيجاد سبل العيش الكريم لهم.